السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي غاديو 212، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة، حلقة خاصة في الحقيقة تتعلق بالألعاب الأولمبية باريس 2024. اليوم تجينا الفرصة مزيانة وكنستضيفوا السي حسن فكاك المدير التقني للجنة الأولمبية المغربية، واللي غنتحدثوا عليه معاه في بزاف ديال المسائل اللي كتخص التأهل ديال مجموعة من الرياضات إلى ألعاب أولمبية باريس 2024. السي حسن يعني من الناس المجدين واللي كيشتغلوا بشكل كبير مع 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 اللجنة الأولمبية، وكيساهم وكيعاون جميع الجامعات اللي كتشتغل على الألعاب الأولمبية ديال الألعاب الأولمبية بصفة عامة وجميع المحطات، وخصوصا 2024 ديال الألعاب الأولمبية باريس واللي هي محطة خاصة وجات في واحد السياق رياضي مهم اللي كيستعد فيه المغرب طبيعة الحال إلى استضافة كأس إفريقيا 2025 ثم كأس العالم 2030. سي حسن فكاك له تكوين أكاديمي خارج الوطن بالضبط في الدول الإسبانية، حاصل على جوج ديال الماسترات وماستر في, 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 في الكوميرس في فرنسا ثم ماستر ديال مانجمنت سبورتيف مانجمنت اورغانيزاسيون سبورتيف. سي حسن مرحبا بك معنا اليوم. اهلا وسهلا سي العالمي، كنشكرك بزاف على الاستضافه وكنحيي لو دي جي وكاع الناس اللي كيتصنتوا اللي كيتابعوا القناه ديالكم. هذا نهار كبير، علاش نهار كبير سي حسن؟ لانك بعدا كنشكروك على انك في ظل واحد مجموعه ديال الانشغالات وحنا كنعرفوا الاستعدادات والاجتماعات للألعاب الأولمبية وتصنيف بيان سور اللاعبين وإعداد اللائحة الأخيرة اللي غتدفعوها للاتحاد أو الجنة الأولمبية الدولية، وهذا هو اللي غنبداو به بطبيعة الحال النقاش ديالنا. حصلتوا اللائحة ولا مازال ما حصلتوش اللائحة؟ أنا السي العالمي بالنسبة لي أنا هادشي واخا كنكونوا مشغولين والوقت ضيق بزاف باش ندوي مع الناس ديال الإعلام وباش نعطيو المعلومات للشعب المغربي، هذا واجب، هذا واجب، خصنا نقول لهم اشنو واقع وكيفاش كنحضروا وكيفاش كدوز الامور. اي مواطن مغربي عنده الحق باش يعرف هادشي. شكرا سي حسن، وهذا هو المنظور فيك ومعروف عليك هذه المسائل هذه بطبيعه الحال. انت فيما كتجيك شي فرصه اعلاميه او استضافه اعلاميه كتخرج وكتقول شنو كاين وشنو واقع، وهذه من الشيام ديال الناس المنفتحين. وما احوجنا بلغه ما احوجنا لاناس يتحملون المسؤولية ولهم هذا الحس ديال الوطن والمواطنة للدفاع على الرأي الوطنية والدفاع عن منتوج الرياضي المغربي ثم الخروج إعلاميا والقول بزاف ديال الحويجات. سي حسن الله يخطيك، سي حسن كما قلت لك واش حصرتوا اللائحة النهائية ديال المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024؟ اللائحة النهائية غادي تخرج إن شاء الله 8 في هذا الشهر 7 ديال جويلية، ولكن نقدر نقول لك اليوم عندنا في هذا الوقت اللي كنتكلم معك عندنا 57 رياضي مغربي ومغربية، رياضية ورياضي مغاربة اللي متأهلين للألعاب الأولمبية ديال باريس 2024، فيهم 18 لعبة رياضية اللي متأهلة للألعاب الأولمبية. باقي لا كونفيرماسيون كيف ما كنقولوا ديال واحد 3 أو 4 كننتظروا، ولكن من هنا اليوم 8 إن شاء الله غتكون اللائحة النهائية. وفي هذا يعني في نفس الموضوع سي حسن، وهذا نقبل عليها في الكواليس، قبل اللائحة النهائية كتكون واحد اللائحة مفتوحة أو لائحة مطولة، وبغيناك تقرب للمستمعين والمشاهدين الكرام تقربهم الكيفية ديال التسجيل ديال 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 اللائحة المفتوحة قبل ما تجي اللائحة النهائية، وهذا مش مسألة مهمة بالنسبة لي. طبعا هذا الشيء فيه العمل مع اللجنة المنظمة ديال الألعاب الأولمبية، كتعطينا واحد كما كنقول واحد لو ديلي، كتقول لنا في هذا لو ديلي خصكم تسجلوا جميع الرياضيين المغاربة اللي ممكن يتأهلوا أو يشاركوا في الألعاب الأولمبية. إذن احنا كنسميوها لا لونغ ليست واللائحة الطويلة. كنسجلوا جميع الأبطال اللي كيعطوه لنا الجامعات ديالهم، الجامعة هي اللي مسؤولة على اللائحة ديال الأبطال والجامعة هي اللي مسؤولة على التهيئ ديال الأبطال، وغادي نقول لك الدور ديال اللجنة الأولمبية في التهيئ. كتعطينا هاد اللائحة احنا كنسجلوها، كنسجلوا كل شيء الأبطال وكذلك الطاقم التقني اللي ممكن يحتاجوه ولا ممكن يشارك في الألعاب الأولمبية. كنديروا هاد اللائحة الطويلة وآخر أجل ديالها كيكون في شهر 4 مثلا.
ملي كنساليو هاد اللائحه الطويله كيبقاو لي زيبروف ديال التهيئ، ومن بعد في شهر 7 في 8 في شهر 7 كنقولوا شكون هما الابطال اللي ضمنوا التاهيل ديالهم وكيكونوا خصهم يكونوا في اللائحه الطويله، هما اللي كنديروا في اللائحه القصيره. سي حسن تنشوفوا اليوم حنا ما غنتعدوا عليها من بعد، ولكن باريس 2024 بالنسبه لي انا واحد المحطه رياضيه مهمه. علاش؟ فيها لو كونتكست ايكونوميك اي لو كونتكست بوليتيك اي اوسي لو كونتكست سبورتيف، وانت في التكوين ديالك طبيعه الحال شتي هاد المانجمنت دي زورغانيزاسيون سبورتيف، واش ما كتشوف على ان تكون عندها اهميه اكثر من لعب اولمبي سابقه، بمعنى في مساله النجاح، مساله ديال التتويج، ومساله ديال ان باريس كتبغي تحافظ على 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 راسها كمدينه من المدن التاريخيه واللي كتسمى بمدينه العاصمة، عفوا عاصمه الانوار. فعلا سي العالمي ملاحظه مهمه هذه. انما ما نقدروش نقارنوا بين الدوره ديال الالعاب الاولمبيه اللي كانت في طوكيو ودوره الالعاب الاولمبيه اللي كاينه في باريس. علاش؟ لان في طوكيو كان مع الاسف فتره الوباء، كان كوفيد. وهذاك الكوفيد بقى واحد المده ديال 3 سنين، واللي اللي جعل ان الالعاب يتاجلوا بسنه، في العود ما يكونوا في 2020 دارهم في 2021. وكان في واحد الاجواء ديال الكوفيد، اجواء ديال الكونفينمون، اجواء اللي ما خلاتش بزاف ديال الابطال يهيئوا في احسن الظروف، واللي ما خلاتش ان حتى الدوره تدوز في احسن الظروف. في باريس تنظيم اخر. علاش؟ لان اولا باريس اول دوره اللي غادي يخرجوا حتى هذيك لا سيريموني ديال لوفيرتور غيخرجوها من الملعب، غيخرجوها من لو ستاد، وغادي يديروها سور لا سين. لا سين هي واحد الواد اللي كيقطع باريس، غيديروها باش يكون اكبر عدد ديال الجمهور. في العود ما يكون مثلا 70000 ولا 80000 واحد الملعب، هنا غادي يكونوا 500000 واحد ولا اكثر اللي غادي ممكن يتابعوا لا سيريموني دوفيرتور اللي غتكون فوق الواد ديال باريس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ان الظروف ماشي ديال الوباء، اذا مفتوحه، غادي يكون السياحه بزاف، غادي يجيو الناس باش يتبعوا، غادي يتديبلاساو، يعني غتخلق واحد الديناميكيه رياضيه كبيره بزاف. وكذلك الفرنسيين داروا واحد الحاجه اللي مهمه اللي كانت امونافي ايزيتي تري مالان. ما حبسوش الرياضات غير في الملاعب، خرجوهم وداروهم واستغلوا كيف ما كنقولوا لي مونيمون هيستوريك، استغلوهم باش يديروهم كديكور. مثلا كاين واحد البلاصه سميتها لا كونكورد، بلاص دو لا كونكورد، غادي يديروا فيها بزاف ديال اللقاءات الرياضيه. كاين مثلا واحد لو غون بالي غادي يديروا فيه لقاءات دوليه. هذا لو غون بالي كيف يديروا فيه لي زيكسبوزيسيون ديال لا بانتور اكسيتيرا. كاين لو شون دو مارس اللي مقابل مع لا تور ايفيل، حتى هو غيديروا فيه دي تورنوا سبورتيف. دونك سو كي في استغلوا les décors de la ville, l'environnement, باش يديروها des décors pour les épreuves sportives. Et donc, غتكون شي حاجه اللي جو سوي سور اكسيبسيونيل. وحاجه اخرى واللي هي مزيانه هو انه الدورات ديال الاولمبيه كتكون فيها الابتكار، وتكون فيها يعني كتكون فيها لينوفاسيون بشكل كبير، تكون فيها الابداع. وهذه مساله هي اللي غادي تميز وقيله الدوره ديال باريس على مجموعه من الدورات، وعلى سبيل المثال طوكيو اللي كان فيها الكوفيد. السي حسن غادي نرجعوا للموضوع ديالنا الاساسي اليوم، واللي هو استعدادات الابطال المغاربه. وانا كنعرفك على انك متبعك طبيعه الحال، متبع اللي كتقوم به بعدا انت بالضبط، لان لا ديناميك كتجي طبيعه الحال شخص تيكون وقريب للمدراء التقنيين وقريب للاعبين. داكشي كي كانت الاستعدادات، لانك عارف استعدادات على كتكون على 4 سنين على ما اعتقد. بيان سور. الو كيفاش كانت الاستعدادات؟ اولا سي العالمي اللي بغيت نقول لك، حنا في اللجنه الاولمبيه عندنا كيف ما كنقولوا دي ديريكتيف ديال لو بريزيدون سي فيصل العريشي. سي فيصل العريشي ملي جا للجنه الاولمبيه وملي بدينا كنخدموا معاه، كيقول لنا حنايا اللجنه الاولمبيه اوني او سيرفيس ديال لي فيدراسيون ديال لي سبورتيف ماروكان وديال لو سبور ماروكان، وكاينه توت ان ايكيب اللي كتخدم من اجل النجاح ديال الرياضة المغربية وديال الجامعات. إذن بكل صراحة
ماشي غير بوحدي كاين حنا توتين ايكيب ليكيب ديال ديال اللجنه الاولمبيه كلشي ليكيب يعني لو مود اوردر ديالنا كيف ما كنقولوا وهو ايتر او سيرفيس ديال لو سبور ناسيونال ديال لي فيدراسيون ديال لي سبورتيف فوالا. اذا درنا احصائيات مؤخرا لقينا راسنا تقريبا كنشوفوا كل جامعه ولا كنشوفوا كل اسبوع كنشوفوا جامعه هذه لو اومويان كاين اللي كنشوفهم جوج المرات ثلاثه المرات في الاسبوع ولكن اومويان عندنا ديما لقاءات مع الجامعات ومع الرياضيين. اذا كيفاش تم تهيئ ديال الابطال ديالنا اللي غادي يشاركوا في الالعاب الاولمبيه؟ ملي خرجنا من طوكيو 2021 درنا لقاء مع كل جامعه اللي معنيه بالالعاب الاولمبيه. كاين 32 جامعه اللي معنيه بالالعاب الاولمبيه وكاين اللي عندهم حظوظ كبيره في التاهل. درنا معهم لقاء باش نديروا الحصيله ديال طوكيو ونشوفوا اشنا الامور اللي تمشات واشنا الامور اللي نقدروا نصحوا. ومن بعد قلنا لي مودي دابا حنا في سبتمبر 2021 كيفاش ممكن نواكبكم كيفاش اللجنه الاولمبيه تواكبكم باش تكون احسن تهيئ لباريس 24. وطلبنا من الجامعات يعطيونا المشروع الرياضي ديالهم. الوغ اشنو فيه هذا المشروع الرياضي؟ المشروع الرياضي فيه اربع الحوايج. فيه اللائحه ديال الابطال اللي كتسيليكسيون اللي كدير لهم الجامعه لا سيليكسيون ديالهم. احنا كنعطيو الراي ديالنا كلجنه اولمبيه لان كنديروا دراسات على كل بطل مغربي وعلى المستوى ديالو. كاين كنقول لي مودي فوالا البطل ها المستوى ديالو وشوفوا نتوما القرار كيرجع للجامعه واش عنده المؤهلات باش ياخذ لا كاليفيكاسيون تاهل. اللائحه ديال الطاقم التقني بيان سور ما كندخلوش فيه لانهم هما اللي كيتمسؤولين عليه الجامعه اللي مسؤوله عليه. كيعطيونا المقرر ديالهم اللي فيه التربصات داخل المغرب والتربصات خارج المغرب وكذلك كيعطيونا المقرر ديال اللقاءات الدوليه اللي غادي يشاركوا فيهم هاد الوليدات باش اما ياخذوا النقاط والترتيب العالمي باش يتاهلوا ولا كياخذوا تجربه باش توجههم للتاهل. حنا كندرسوا هذا المشروع الرياضي كنديروا ملاحظات كنبقاو نخدموا مع الجامعه وملي كنكونوا متفقين كنديروا واحد العقد مع الجامعه كنسميوه ان كونفونسيون فيها لو بودجي وفيها هذا المشروع الرياضي ديال الجامعه واللجنه الاولمبيه كتمول المشروع الرياضي ديال الجامعه ولكن كنديروا معهم المواكبه كنتابعوهم كنديروا معهم الحصيله باش الا كان شي حاجه باش نغيروا او نحسنوا حنا تحت راه الاشاره. بالاضافه لهذا المشروع الرياضي اللجنه الاولمبيه في هذا ديال طوكيو خاضت لينيسياتيف باش تقترح خدمات اخرى. اشنو هي هذه الخدمات؟ وهو المواكبه الطبيه. اي بطل داخل في هذاك المقرر الاولمبي عندنا اطباء اللي كيتابعوه كيديروا كيتلاقاو به تقريبا كل شهر ولا كل اسبوع ولا شوفوا لا ليموتاسيون ديالو. الوغ بلاتي سي العالمي هذه التتبع الطبي دابور التتبع الطبي يعني كيشوف بان ما عندوش شي بليسيور ولا كيفاش يغير لا بريباراسيون ديالو باش ما تكونش لا بليسيور ولا الا كانت لا بليسيور كيفاش نداويه واش كاينه عمليه واش كاين ترويد واش كاين اشنو خصنا نديروا ليه. التتبع الطبي كاينه لا كينيزيثيرابي لا كينيزيثيرابي اللي خصو الترويد وبزاف فيهم تبارك الله كيديروا الترويد. كاين كيف ما قلتي التغذيه كاين واحد اختصاصي في التغذيه كنديروا العلاقه بينه وبين البطل وكيتبع البطل مباشره ولكن كيعطي الحصيله ولا البيلون ديالو كيعطيها لينا حنا كاداره تقنيه وكنشاركوها مع الاداره التقنيه ديال البطل او ديال الرياضي. كاين مشينا بعيد مشينا حتى لابودولوجي مثلا اللي خصو دي سمال باش يجري مزيان باش يتريني مزيان باش يقاد ليكيليبر ديالو. اقتراح ديال لو بسيكولوج دو سبور ولا لو بريباراتور مونتال كنقول لهم ودي تحت الاشاره ديالكم كاين ان بريباراتور مونتال اللي بغى البريباراتور مونتال مرحبا. اما نتوما كتقترحوا علينا البريباراتور مونتال ديال الرياضي ديالكم ولا الرياضي كيقترحوا ولا اللجنه الاولمبيه حتى هي تقترح عليكم ان بريباراتور مونتال. وهاد الخدمات كنحطوها راه الاشاره ديال هاد الرياضيين اللي داخلين في هاد المقرر وكيستعملوها يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا. المهم فين ما احتاجوا شي واحد من هاد الاختصاصيين كيكون معاهم. وحتى هاد الاختصاصيين ما كيتسناوش ان البطل هو يتصل بهم هما كيتصلوا به. وباش نزيدوا درنا كل 4 شهور كنجمعوا جميع الابطال ديالنا
من 2020 تقريبا 2022 عفوا كنجمعوا الابطال ديالنا كل ربع شهر. ملي كنجمعهم كنديروا معاهم حوار فردي كيفاش غادا التهيئة ديالك استعدادات اشنو خصك اشنو ممكن نحسنو، وكيشوفوا الطبيب كيشوفوا الكينيزيثيرابيوت يشوفوا الاوستيوبات البودولوج يشوفوا النيتريسيونيست يشوفوا البريباراتور مونتال كلهم كيبركوا واحد اليومين انصامبل، وفي هاد اليومين كيشوفوا كاع الناس وكنديروا معاهم لقاءات فرديه في المتابعه ديالهم. بيانسور كيكون الحضور ديال الكوتش ديالو ولا كيكون الحضور ديال المدرب ولا ديال المدير التقني. بالاضافه لهذا الشيء من 2022 اقترحنا مناح اولمبيه للابطال ديالنا اللي عندهم المؤهلات باش يتاهلوا. هاد المناح بيانسور كيكونوا على حسب مقاييس واضحه لكل شيء. مثلا كيكون بطل عالمي ولا كيكون في التنصيف في العشرة الأوائل ديال التنصيف العالمي، ولا كيكون 20 الأوائل في التنصيف العالمي وكيكون بطل إفريقيا، ولا كيكون في 30 الأوائل عالميا وعنده ميداليات على المستوى الإفريقي ولا على المستوى ديال البحر الأبيض المتوسط. إذن من خلال هاد التنصيفات اللي واضحة البطل كيفرض هو راسه بالنسبة لهذه المنحة. وكنعطيو مناح ديال 10,000 درهم، مناح ديال 6,000 درهم، ومناح ديال 3,500 درهم شهريا. يعني كتمشي الرصيد البنكي ديال البطل. ولكن اقترحنا لهاد الابطال اللي استفدوا من هاد المناح اقترحنا لهم واحد لابليكاسيون اللي كيعمروها كل اسبوع. اشنو فيها هاد لابليكاسيون؟ فيها شحال ديال السوايع ترينا، شحال ديال السوايع نعس، شحال ديال السوايع دار البريباراسيون فيزيك، شحال ديال السوايع دار البريباراسيون تكنيك، شحال واش تبليسا، واش مشى شاف الكينيزي ثيرابوت، واش شاف الطبيب، شحال ديال المشرب، شنو هي التغذيه ديالو، كيفاش كان كيحس براسو مونطالمون ولا بسيكولوجيكمون. وهاد المعطيات كنطريتيوها، وملي كنتلاقاو مع الابطال ديالنا في هذوك ربع شهور ومع الطاقم التقني ديالو كنقيم كنعطيهم هذيك ليفالياسيون وكنقول لهم وديها شنو درتو في هاد ربع شهور. هادو هما المساعدات اللي قدمت اللجنه الاولمبيه باش تساعد الابطال في التهيئ. ومن بعد ملي البطل كيضمن التاهل ديالو للالعاب الاولمبيه فكنزيدو معاه في مقرر يعني متحمس اكثر، وكنزيدو معاه كذلك في الماتيريال سبيسيفيك ديالو. يعني كنقولوا ليه حتى لو ماتيريال سبيسيفيك. وانا نزيدك نزيدك في هذه النقطه، لان دابا اليوم بعض الرياضات تحتاج واحد مثلا الاتليتيزم تخصو ارضيه مختلفه على ما هي ارضيه سبيسيال باش الانسان تيجري. مثلا لو فولي عنده لو طابي ديالو، الجيدو عنده الطابي ديالو، دونك هادو كلهم مسائل كتوفرهم بطبيعه الحال اللجنه الاولمبيه. لا سي العالمي، هادو احنا ما كان كيف ما كنقولوا اون سو سبستيتو با لا فيديراسيون، ما كنديروش الخدمه ديال الجامعه. داكور صافي، هادشي من العمل. ولكن داخل في البرنامج ديال التقييم باش كتشوف لي فاجو واش احترموا المعايير الاولمبيه او لا. ضروري ضروري في هذا الجانب. هذا كنعانيو شويه. مناش كنعانيو؟ ماشي من كنعانيو لانه في المغرب حاليا ما عندناش شي مركز اولمبي باش نهيئوا الابطال ديالنا. اشنو كنديروا؟ اما كنلقاو اماكن اللي ممكن يستقبلوا الابطال ديالنا اللي فيهم لوتيلغي، اللي فيهم لا ريستوراسيون، اللي فيهم ليكيبمون سبورتيف. بيان سور كنقلبوا على ليكيبمون سبورتيف اللي تكون في نورم ادابتي في نورم انترناسيونال. الا ما لقيناهاش في المغرب كنلقاوها خارج المغرب، لان حتى خارج المغرب كنمولوا تربصات الابطال ديالنا. ولكن حنا كلجنه اولمبيه ما كندخلوش هادشي ديال الانفراستركتور وديال التطعيم ديال سميتو. انا متفق معاك، لانه حنا اليوم اللي كنشاهدوا هاد التغييرات في القوانين وفي الانفراستركتور سبورتيف داكشي كنلقاو. ولكن انا عجبتني هاد الفكره ديال متابعه ديال الابطال المغاربه اللي خارج ارض الوطن، هي مهمه بالضبط، اللي هي كتكون اقل معاناه من الابطال المغاربه اللي هي في الداخل. كتكون ما كتكونش معاهم المعاناه بزاف بحال ديال الابطال المغاربه. لا مثلا هادوك الممثلين ديال المغاربه اللي غيشاركوا على الاولمبي ولكن عايشين خارج ارض الوطن،
فعلا كاين بعض الابطال اللي كيكونوا خارجين ارض الوطن اللي عندهم كيف ما كنقولوا لافراستركتور موجوده، ولكن بكل صراحه حتى الابطال ديالنا اللي كيكونوا داخل الوطن ملي كيديروا التربصات ديالهم كنحاولوا نلقاو لهم اماكن اللي كتوفر على الارضيه باش يهيئوا راسهم. وحتى هاد الابطال ديالنا في المغرب كيديروا تربصات خارج الوطن وكنمولوا لهم التربصات ديالهم. غنعطي على سبيل المثال جيدو اللي مشى واحد الوقت لهنغاريا لا اونغري، ومن بعد لا اونغري جاوا لاسبان. اللجنه الاولمبيه هي اللي مولات تحت الاشراف ديال الجامعه المصريه ديال الجامعه ديالهم. سي حسن عجبتني الفكره كما قلت قبيله في الاول، هو ديال ملعب او استاد اولمبيك او لا قريه اولمبيه. ما تشوفش اليوم بان وصلنا لهذه المرحله هذه؟ ماشي وصلنا، ضروري خاصها تكون عندنا قريه اولمبيه ولا مركز اولمبي باش يكون فيه التهيئ ديال يعني وصلنا ليها صافي اصبحت ضروره. بكل صراحه سي فيصل العريشي ملي وصل في 2017 2018 هو كيعمل على هذا المشروع ديال، كان كيعمل على جوج المشاريع، قريه اولمبيه او مركز اولمبي، وكذلك ما يسمى بان دار الجامعات لا ميزون دي فيدراسيون. سي فيصل العريشي ملي جا هو يدافع على هاد جوج المشاريع، على مشاريع كثيره ولكن من بينهم هذا. اذا دابا على كاينين دي كيف ما كنقولوا دي سينيو تري بوزيتيف، دي سينيو تري بوزيتيف باش هاد لي دو بروجي يتحققوا. اولا ديال مركز اولمبي للتهيئ الاولمبي ولا للتهيئ الرياضه ذو المستوى العالي عندنا في المغرب، وكذلك ان ميزون دار الجامعات. سي حسن قبل من بما تحسموا في اللائحه، وانا متبعكم طبيعه كما قلت قبل في الاول، متبعكم كديروا لقاءات مع المدراء التقنيين ديال الجامعات، وهذه مساله مهمه. علاش؟ باش كتشوف العمل ديالكم فين وصل. طبيعه الحال شيء طبيعي. اليوم المرحله الاخيره ديال الذهاب الى باريس، طبيعه الحال بدا مرحله اخرى جديده، ولو سوسي ديال الدوباج حاضر عندكم في المغ زعما في المخيله ديالكم. الدوباج حاضر يوميا، حاضر يوميا. علاش؟ لانه دابا الحمد لله المغرب ولات عنده لاجونس ماروكين انتي دوباج، وخدامه تبارك الله مزيان بكل صراحه. اذا كنعطيوهم اللوائح ديال الابطال اللي كاينين في البرنامج الاولمبي، كنعطيوهم البلايص فين غادي يديروا التربصات ديالهم، ولاجونس هذه المسؤوليه ديالها كتكلف باش تمشي دير لي كونترول. وكذلك ملي كنديروا بعض المرات لقاءات تكوينيه كتجي لاجونس وكدير حصه كيف ما كنقولوا ان سيونس دو سنسيبيليزاسيون، حصه تحسيسيه للابطال ديالنا والمدراء الادارات التقنيه على لونتي دوباج. بيان سور هادشي خصنا نتبعوه، لان كيف ما كنقولوا سي سي نوتر رويوم كي انغاجي، هذه الصوره ديال بلادنا وكلنا خصنا نحافظوا عليها. وكنديروا لقاءات تحسيسيه، يلا درنا هذه واحد تقريبا 3 شهور ولا شهر، هذه 3 شهور درنا اجتماع مع كل شيء الابطال اللي مؤهلين ولا في طريق التاهل، ودرنا لهم ان سيونس ديال سنسيبيليزاسيون على الدوباج مع الاجنس ماروكين ديال لونتي دوباج. درنا لهم كذلك تحسيس على لي زايوتي، لان كيكون شي واحد كياخذ ان تريتمون وما عارفش خاصو يعلم بها باش تكون عنده واحد لاتيستاسيون كتاوتوريزيه باش ياخذ ان تريتمون. ودرنا لهم كذلك تحسيس على لي كومبليمون اليمونتير، اتونسيون الكومبليمون اليمونتير الا بغيت ناخذوها خصنا ناخذو في القواعد ديالو. ومن هذاك الوقت والطبيب ديالنا سي امين الدغمي والنيتريسيونيست سي صلاح الدين حدو متبعين جميع لي زاتليت ديالنا، ما كياخذش شي حاجه الا ما صورهاش ولا ما عطاهاش ليه الطبيب ديالنا. هذه بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير، وهي في حقها مساله مهمه بزاف، لانه غتعطينا على العقل العين من الناحيه الصحيه والبدنيه. المشاركين ديالنا ديال الالعاب الاولمبيه يكونوا في اليوم ديالهم بطبيعه الحال، لان غادي نجيب معك واحد الموضوع بالنسبه لي مهم بزاف، هو ديال قبل ما نشوفوا نجيو للتوقعات شنو زعما يمكن الحاصله ديال المغرب تكون، لان العمل اللي دار دابا هو عمل مزيان، ولكن عند امتحان تيقولوا يعز المرء او يهان. تنشوفوا عقلتي سي حسن على الاستضافه ديال ماكرون
المشاركين في الألعاب الأولمبية اللي جاو من طوكيو، وكان دار معهم اجتماع. وبالنسبة لي هذا ستا ميساج بوليتيك، وانتم قلتوا بأن بلادنا اليوم هي اللي مونجاجيا. واش دخل عندكم في الكخينو ديالكم على انك تهيئ اللاعب الاولمبي، تهيئه من هذه الناحيه؟ لانه راه 41 مليون كلها كتفرج فيه في اليوم المشاركه ديالو. ضروري خصنا نهيئه، ضروري خصو، لان بطل اللي كيمثل المغرب على الساحه الدوليه وفي الالعاب الاولمبيه راه كيمثل بلاد، كيمثل مغاربه، كيمثل يعني مملكه اللي كلها اغويه. اذا راه مسؤوليه عنده. اذا حنايا كنحاولوا باش بور لا ليجي دو سيت كيل سوا كونسيون دو لا ريسبونسابيلتي، وميم كنمشيو بعيد كنديروا واحد لا شارت وكنقولوا ها التصرفات اللي خصنا تكون ميثاق اولمبي، ها التصرفات ديال المغربي اللي كيمثل المغرب، ها التصرفات. وكيسني على اي مشارك في الالعاب الاولمبيه كيسني هذيك لا شارت، لان سي تي ريبريزونت لو باي. وما ننساوش بان المغرب من ضمن الدول القليله في العالم اللي كيعطي امكانيات واللي كيوفر امكانيات للابطال المغاربه ديالو باش يشاركوا. راه كاين شي ابطال داخل المغرب ولا خارج المغرب، كون ما كانش البلد المغرب ما غاديش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. واش حنا كما تنعرفوا السي حسن، نعطيك مثال. مثلا في انجلترا، في انجلترا كاينين اللي مؤهلين، كاينين رياضيين اللي مؤهلين الالعاب الاولمبيه، كيقول لهم سيروا على حسابكم، حنايا ما يمكنش، ما عندكش البوتونسيال باش دير ان ميداي، ما ناخذوكش اون شارج. المغرب عندنا اللي عندهم بوتونسيال باش ياخذوا ميداليه، اللي عندهم بوتونسيال باش يخلقوا المفاجاه ويديروا ان بون بيرفورمانس، واللي غادي يمشيو ياخذوا تجربه. والمغرب كيساند ابناء يعني لي زونفون ديالو ولا لي سبورتيف ديالو الرياضيين ديالو، وكيديروا نفس المستوى، وكي يعني كيعطيو امكانيات باش يحققوا الحلم ديالهم، باش يحققوا الحلم ديالهم. نعطيك واحد المثال بكل صراحه، ما كنت غادي ندوي فيه ولكن غادي ندوي فيه. كاين بعض المرات شي ابطال مغاربه كيجيو من الديار الخارجيه كيقول لك انا غادي نرفع رايه المغرب. كنقول له لا، راك الا مشيتي للالعاب الاولمبيه بفضل المغرب، راه المغرب بفضله غتمشي للالعاب الاولمبيه، لان الا شاركتي بسميت ايطاليا ولا فرنسا ولا اسبانيا ما يوفروش امكانيات، ما يوفروش الامكانيات، وربما ما غيكونش عندك المستوى باش تمشي للالعاب الاولمبيه. واش سي حسن جبدنا، اسمح لي قطع، غير تفضل تفضل. اذا المغرب هو اللي كيصيفطك للالعاب الاولمبيه، يعني راه باش تشارك في الالعاب الاولمبيه المغرب راه شرف كبير، وخص الواحد يحس بهذه المسؤوليه ويحس بالامكانيات اللي كيدير المغرب باش الابناء ديالو يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. وبالاضافه نزيدها، المغرب من اقوى الدول اللي كيعطي مناح كبيره في الميداليات. الا جبتي ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه كتاخذ 2 مليون ديال الدرهم، 200 مليون ديال سنتيم. الا خديتي ميداليه فضيه كتاخذ 1,250,000 درهم. الا خديتي ميداليه نحاسيه 750,000 درهم. والا وصلتي حتى للرتبه 32 بعد لي كونديسيون كتاخذ ان بريم دو بيرفورمانس. ما كاينش شي بلاد كدير هادشي، كدير هادشي للابناء ديالها. شتي يا سي حسن شنو خرجنا منك؟ كنتي كاع ما تقول هادشي. نقدر نقول لك شتي امريكا ما كتعطيش هذه الامكانيات للابناء ديالها. علاش؟ لان امريكا عندها واحد السيستم رياضي اخر، وفيه غير القطاع الحر لو بريفي لي سبونسور. اذا سير دير بوديوم باش يكون عندك سبونسور، باش ممكن تمول التهيئ ديالك والمشاركه ديالك. هذاك لو شامبيون ديال ناتاسيون فيليبس جو كرو كان حصل على بزاف الميداليات، هو كان يشتغل في مقهى، نادي في مقهى. باش ناكد لك كلامك وشوف السي حسن، واحد السؤال وما كنتش قاعد تهضر فيه وانت هضرت فيه، حتى المشاهدين غيعرفوا القيمه الماليه، وماشي حتى القيمه الاعتباريه ديال الرياضي المغربي اللي تيمشي للالعاب الاولمبيه، لانه البلاد موفره مجموعه ديال الشروط. كنتمنوا من الله على اساس انه يكون هذا الشيء في الصالح ديال طبيعه الحال المشاركين. سي حسن سي العالمي، لا سمحتي لي غير باش نديروا واحد الخلاصه. اي مغربي انا كنقولها وكن يعني مسؤوليه، اي مغربي عنده المؤهلات وعنده واحد الحلم اولمبي مرحبا به،
يعني حلم باغي كيف ما كنقولوا باغي يدافع على الحلم ديالو باغي يدافع على المشروع ديالو وعندو هذا الهدف مرحبا به لان اللجنه الاولمبيه عن طريق الجامعه لان الجامعه هي اللي مسؤوله على الابطال ديالها وعلى التهيئ ديال الابطال ديالها كنمولوا ليه جميع التربوسات داخل المغرب خارج المغرب كنمولوا ليه جميع المشاركات الدوليه كنعطيوه منحه كنعطيوه الطب كنعطيوه التتبع الذهني التتبع ديال التغذيه الكينيزيثيرابي اي حاجه اللي ممكن تساهم في النجاح ديالو النجاح ديال المشروع ديالو لان احنا الهدف ديالنا اشنا هو الهدف ديالنا وهو النجاح ديال الرياضيين وديال الرياضه المغربيه بيا انت بزاف حق بزاف د الحوايج ما كنش نهضر عليهم نقطه كنديروا هذا الشيء بكل شفافيه يعني ملي كتمشي على لو سيت ديال الكوميتي اولمبيك ديال اللجنه الاولمبيه كتلقى حتى المنح اللي كنعطيو للجامعات واللي كنعطيو للابطال كلشي باين هذا بلي ما تقولها ليا باسكو انا كندير تشيكين لو سيت ديال هذا متبع لا باج في لينكدين يعني كلشي واضح باين المسامات ما تحتاجش اللي بغى يعرف شنو الواقع في الالعاب الاولمبيه يمشي لو سيت كاينه حاجه وحده اللي ما كان يعني ما كنذكروش فيها وما نساهموش فيها وهي الا ما بغى الواحد ما يخدمش وما بغاش يدير الشفافيه غيديرها بلا بينا فوالا هادشي عادي هادشي عادي بغيتي تخدم بشفافيه وبالمعقول وبغيتي تحقق واحد الحلم رياضي لنفسك والعائله ديالك والوطن ديالك مرحبا وهذا هو نظنون فيكم سي حسن لانك نعرفوا لانك جيتي حتى ملي جيتي للجنه الاولمبيه جيتي بالعقليه ديال العمل ثم العمل ما كاينش شي حاجه اخرى من غير العمل سي حسن في حق المحور الاخير اللي والنقاش معك راه مزيان بزاف كاين الوقت يداهمنا سي حسن التوقعات ديالكم على النتائج اللي يمكن نحصل عليها المغرب بناء على واحد التتبع اللي درتوه نتوما او الفريق ديالكم تتبع كيفاش كتشوفوا كي غادي يقدر يكون اداء ديال ديال ديال, ديال المغاربه في الالعاب الاولمبيه الو سي العالمي بكل صراحه انا ما نكرهش انا الاول نقول لك ها شحال من ميداليه غنديروا التوقعات ديالنا ولكن الا قال لك شي واحد غير كيف ما كنقولوا كيهضروا خاويه لان لا كومبيتيسيون سبورتيف ما كاينش الرياضه كتهضر لا كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون يعني اللقاءات راه سي با اون سيونس اكزاكت اكزاكتو سي با اون سيونس اكزاكت راه كتريني بالبطل ديالك باش يكون في الطوب لو جور جي لو جور جي اما ما كينعش مزيان اما كيمشي بان سكوند ان سكوند دو روتار اما كياكل شي حاجه ما مزياناش يعني بزاف ديال الحوايج تقدر توقعهم مي سي با اون سيونس اكزاكت دونك حنا شنو كنديروا كنقولوا خصنا نهيئوا احسن تهيئ ونحس ونضمنوا احسن ظروف لوجيستيكيه للابطال ديالنا ونساعدوا الجامعات اللي هي كتهيئ الابطال على المستوى التقني وعلى المستوى العضلي باش يكونوا في احسن ظروف ومهيئين مزيان عندنا ثلاثه ديال الحالات عندنا ابطال اللي تبارك الله عليهم مغاربه عندهم المؤهلات باش يديروا ميداليات لانهم هذا العام في 2023 2024 داروا ميداليات على المستوى العالمي في بطولات العالم داروا ميداليات اذا اللي دار دار ميداليه في بطولات العالم اذا هذا عنده المؤهلات باش يدير ميداليه في الالعاب الاولمبيه عندنا ابطال اللي ربما ما داروش ميداليات في بطولات العالم ولكن عندهم مؤهلات قويه ولا كان نهارهم يقدروا يحققوا المفاجاه ويديروا بيل بيرفورمانس وعندنا ابطال اللي تاهلوا ونقدر نقول لك بان ديجا التاهل راه ان بيل بيرفورمانس لان راه ماشي كلشي كيشارك في الالعاب الاولمبيه راه ماشي ساهله باش تاخذ تاهل الالعاب الاولمبيه اذا هادوك بالنسبه لنا ديجا راهم داروا ان بيل بيرفورمانس الا مشاو خاطو التجربه وهما باقيين صغار وخاطو التجربه واستافدوا راها مزيانه سي سي تان بلوس بور نو سي تان بلوس بور نو وفي هذا الشيء كله اللي كنتمناو ان اي مغربي يشرف البلد ديالو تكون مشاركه يعني في محلها ان بيل بريستاسيون دين كيف ما كنقولوا كتشرف البلد ديالنا والمغرب حاضر في بزاف ديال الرياضات تبارك الله دابا عندنا 18 رياضه اللي غادي نكونوا حاضرين فيها 57 بطل فكنتمنى ان المغرب يخلي كيف ما درنا في لا كوب دي مون في قطر ان شاء الله يخلي واحد ليماج يخلي واحد ليماج وحتى هذا
لا بروغريسيون ديال لو سبور عندنا هاد الرياضه نهضر الرياضيه خاصها تبقى غاده وخاصنا نساندوها. علاش خاصنا نساندوها؟ لان المغرب ديالنا غادي تبارك الله المستوى وكنقول 55 ديالنا باش ما يعينوناش الله يحفظ يا ربي، غادي على المستوى الاقتصادي لي زانفراستركتور لاندستري ميم سوسيالمون. المغرب الحمد لله المغرب لو ماروك اون موفمون اي اون غران موفمون، وحنا خصنا هاد لو ماروك اون موفمون لمن لا بوبولاسيون اللي مغاربه عباد الله، راه سي بور نو راه بور لي ماروكان. اذا اشنو خصنا باش يبقى غادي في هاد الموفمون بوزيتيف؟ خصنا نكونوا كاملين ليد فليدر، خصنا نكونوا بحال شي سلسله قويه. علاش؟ لان الا ما كناش ليد فليد وما كناش منضامنين مع بعضياتنا باش نحافظوا على هاد الموفمون ديال البلاد ديالنا وهاد التحسن ديال البلاد ديالنا، راه اما غادي نكونوا ديما اتاكي من الاكستيريور كيف ما كيوقع ولا من الانتيريور ولا من الانتيريور. اذا خصنا ليد فليد، خصنا نساندوا شتي الرياضيين ديالنا كلهم اللي غادي الالعاب الاولمبيه، خصنا نصيفطوا لهم ميساجات بوزيتيف، خصنا نساندوهم، خصنا يعني نشجعوهم. لان الا شارك ودار غير ان بيل بريستاسيون، حنا نتمنوا يدير ميداليه بيان سور، ولكن الا دار ان بيل بريستاسيون راها بيل بريستاسيون ديال المغاربه كامل. وكنقول لك هادشي سي العالمي. علاش؟ لان كنشوف بعض المرات باقين ما شاركوش وكيبداو شي كيف ما كنقولوا دي كريتيك نيجاتيف حشومه صعيب. داير شكون اللي قال السي حسن بان المنتخب المغربي ديال كره القدم غادي يمشي للدمي فينال، وكانوا لي كريتيك على لونترينور، عقلتي؟ دونك يفو با كريتيكي لي جون قبل ما يوصلوا للجور جي او في النهار ديال لا كومبيتيسيون. خصنا نامنوا في بعضياتنا، خصنا نامنوا، يفو كون كوا، خصنا يكون واحد الايمان قوي، وخصنا نساندوا بعضياتنا. انا بعدا عندي واحد المبدا وغادي نبقى نطبقوا حتى اخر يوم في حياتي. اي مغربي كنشوفه باغي يطلع وباغي ينجح كندفعوا كتعاونوا كندفعوا. وشوف ملي كتساعد شي واحد ينجح ربي كيساعدك، هذه ما كيتحكم فيها حتى شي واحد، ربي كيساعد. اذا كنقولها وكنعاود نقولها لان كنشوف دي ميساج نيجاتيف، كنشوف بنادم اللي باغي يجر اللور. راه بلادنا تبارك الله غاده غاده. اذا اما بغيتي تشارك في هذا لو موفمون اللي غادي، مرحبا بك. ما بغيتي شيء شغلك هذا. حسن اخر سؤال، وقتاش غتمشيو لباريس؟ ابارتور دي 15 غادي يمشي الناس اللي مكلفين بالاداره لو 15 جويلي وابارتور ابتداء من لو 20 جويلي الوفود غادي يبداو يمشيو. اذا السي حسن دورنا كنتمنوا لكم التوفيق كباقه ديال ميديا لو دي جي ميديا، كنتمنوا لكم التوفيق، كنتمنوا على ان المغرب يحصل على على مشاركه. انا بالنسبه لي على مشاركه مزيانه، لان الرياضي هو اللي كيحس بالرياضي، اللي داز في لو بون دو توش ودرب ومشى دخل الفيستيار وعيش تيعرف هاد الحوايج هادو، لان الرياضي اللي كان في نهارو وعاون المدرب راه مشى على الطبيعه او ما كانش كلشي موفر له طبيعه الحال غيدير نتائج طيبه. شكرا لك السي حسن واللي قبلتي الدعوه ديالنا، في ورغم انك انت اون بلان هذا واجب السي العالمي. انا اللي كنشكركم على الاستضافه ديالكم فريمون، كنتمنوا لكم حد موفق ان شاء الله. شكرا ان شاء الله يا ربي لينا ولكل جميع المغاربه. الله يحفظك السي حسن. شكرا لك. اذا ما بقى لنا غير نختم معكم مشاهدي دي جي تي في ومستمعي دي جي راديو، كنتمنىكم علينا طرحكم الحلقة وتابعونا على باقة لو دي جي ميديا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للو دي جي ميديا وعلى قناتنا في يوتيوب، وديروا لي لايك وتابعونا على لو دي جي قناة الشباب وقناة الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.